اهلين بنات، توني راجعه من برا، رجعت لكم مره ثانيه. زي ما شفتوا لفيت لكم لفه سريعه في ستاربكس، اخذت شويه اغراض، اخذت قهوتي، خذيت قهوه وياي كذا للبيت. المهم خذيت لي شويه مشتريات من ستاربكس، خلي لكم اياها. اول شيء قهوتي كارون مكياتو، كنتوا تعرفونها، بخليها على جنب لانه شويه كذا وبسخنها. خلي اوريكم ايش في الكيس. أول شيء أخذت البراونيز هذه، ترى طعمها جدا لذيذ وأنا أحب البراونيز عموما، أي براونيز في أي مكان غالبا أحبها وأفضلها، يعني من الأشياء اللي أحبها في الكيك أو كذا. أخذت بعد في البيت عندي كبسولات، بس جاء على بالي بعد أخذ كولومبيا، طعمها جدا حلو كذا جاء على بالي أخذها. أخذتها مع إنه عندي في البيت فيرونا، بس قلت يلا أجرب هذه فيرونا من ستاربكس، بس نوع ثاني من القهوة. أخذت وافل بعد حلو بالكراميل، حلو جدا حلو، طعمه حلو. لو حبيتوا تسخنونه في الميكرويف يطلع يجنن بعد، في كذا يكون قطعتين، سعره 9 ريال، سعره 9. أخذت بعد شوكليت بار، دائما أخذ من عندهم ستاربكس، شوكليت عندهم عموما حلو، الوافل حلو، أغلب الأشياء عندهم حلوة. يعني يمكن اللي انا ما افضلها كثير التشيز كيك وكذا، ما احس انه حتى السندوتشاتهم حقت الفطور حلوه، بس احسها مره دسمه، يعني اكثر من مره اخذ اشياء كثيره بس ما اقدر اكل اكثر من ربعها، تكون مره دسمه، يحطون اجبان ثقيله مره، بس الناس اللي يحبون الفطور الثقيل بيعجبهم. شوفوا هذا ويفر بالشوكولاته بالحليب، وهذا دارك لان انا كثير احب الدارك. بس بعد اخر شيء اخذت لي كوب من ستاربكس، صراحة احب ادلع نفسي بين فترة وفترة، اجيب لي اشياء كذا لطيفة تكون خاصة لي انا مش للبيت كله. احس الفترة الاخيرة انه بذات شهر 8 هذا شعبان حسيت اني اشتغلت كثير، سواء في البيت سواء في القناة في شغلي الخاص مع عائلتي، احس اني اعطيت كثير، حبيت انه ادلع نفسي. يعني أحب أدلع نفسي حتى لو شيء بسيط، قدرت أكافئ نفسي بسفرة، إذا ما عندي ممكن أروح أسوي مساج، أروح صالون، لو مرة ما عندي وقت أو ما أبي أسوي كذا ممكن أشتري لي شوكليت. أنا ترى أي شيء يعني يبسطني عادي، مش لازم شيء كثير، لا، من أول كان فيني آخذ معدن، المهم إنه شكله حلو، وكان ودي إنه أبدأ فيه اليوم، يعني الحين إنه يوم رجعت كان ودي إني أسوي فيه قهوة، بس للأسف. عندي قهوتي، بسخن قهوتي وغالبا راح اكل براوني وياها، وما راح اخلصها طبعا، ترى هذا ما اخلصه بنات، يعني اذا شفتوني اكل زي كذا ممكن اكل بالكثير يعني قطعه ونص او قطعتين من جد. خل افتحها معكم. اوف بنات ريحتها جنه، تدري ريحتها ايش؟ ما ادري ريحتها كذا الشوكلت اللي وحنا صغار، الشوكلت الحلو المستورد. شوف شكلها، بسم الله. تشوفونها اللي يعجبني في البراوني انه يكون مليء القهوة، الكاكاو واضح فيه، الكاكاو واضح فيه وتحس انه كذا ندي رطب من داخل، انا احب الكيكات اللي تكون من داخل جدا رطبة وندية. بس والله بسخن قهوتي وبروح اشوف، غالبا بجلس على نتفليكس اشوف لي مسلسل او اشوف لي شيء ما ادري. صباح الخير عليكم بنات، اليوم اليوم الثاني، امس صراحة خليته بس يوم استرخاء وهدوء وراحة، ما كان فيني اسوي اي شيء، الحين بسوي قهوتي معكم باذن الله. بس اول شيء خلوني اعبي الكبسولات اللي شريتها، راح اعبيها بالستاند هنا زي ما انتم شايفين، كلها فول الا كولومبيا ناقصة. انا كذا اشتري مرة واحدة كمية كبيرة بعدين اصير اشتري بس اللي ينقص. نفتحها معكم. اخذتهم النايس و الكبسولات نسبريسو، ما في الا الشكل هذا، في شكل ثاني بس ما عجبني، الثاني كان ذهبي مو لايق مع لون الماكينه. يلا مع بعض، نفس ما قلت لكم انا سخنت الحليب قبل، راح استخدم الكبسوله هذه كولومبيا. بسم الله.
بس خلاص قهوتي صارت جاهزة، بروق وبشوف كيف راح أكمل يومي اليوم بإذن الله. مش جاي على بالي إنه أسوي أي شيء لأكمل تجهيزات رمضان لأروق، لأنه الأيام الجاية بإذن الله راح يكون فيها كذا تجهيزات ديكورات، بغير أشياء في البيت، بغير كذا أشياء بسيطة، نوزع إضاءات في البيت، ونفس الشيء بجهز حق قريش رمضان. وترى الكوب هذا بناتي جنن صراحة، شريته عشان بس يكون عندي كوب معدن، بس لاحظت إنه يمسك الحرارة كأنه كوب حراري صراحة، كذا أمسكه مش يعني دافي، بس لما تشربون مشروب يطول، بدأت أنا ما أشرب مشروب بسرعة، كذا بطيئة وأنا أشرب. فأقول لكم اليوم ناوية أروق وخلي يوم استرخاء، ما أدري إيش خططي، ما عندي شيء، بس يوم بيكون رواق، يوم كامل إن شاء الله استرخاء راحة في البيت. ويلا أشوفكم بإذن الله. فرنش توست وكوفي، بلاك كوفي، ويلا نبدأ. يلا خلونا نبدأ على السريع وأقول لكم المقادير بسرعة. أول شيء بتحتاجون بريد، أي نوع بريد، بس أنا أفضل اللي مش مقطع عشان أنتوا تتحكمون بالشرايح حجمها، بس أنتوا عاد تجيبوا مقطع. نحتاج بيض، بديت أخفقه خلاص، أي فاكهة متوفرة عندكم، أي نوع زبدة وأي سيرب، حتى لو عسل أو دبس تمر أو أي شيء، وحليب. الحليب راح أخفف فيه البيض. خل بس ألبس الجلابس عشان نبدأ. شوفوا بسم الله. البيض يعني شغلكم لازم يكون أقل من كمية الحليب، لازم يكون أخف عشان الخلطة اللي بتغمسون فيها الغموس يكون خفيف. كل ما خليته خفيف كل ما كان حلو وتشربت الخبزة بسرعة وما خذ وقت على النار. بس إذا بتخلونه ثقيل يطلع مش حلو أبداً، تطلع كنا كيكة بطعم البيض. بس خلاص الحين بكمل خف. حطيت عليها فانيليا طبعاً، كمية حلوة من الفانيليا، تحطون عليها فانيليا كمية حلوة. حب أنزل عليها الحليب، بحط حليب وأخلط وأشوف قديش، بس أنتوا شفتوا قديش حطيت كمية حلوة. شوفوا لازم يكون خفيف. هذا أنا طريقتي طبعاً، ما أدري هي الطريقة الأصلية يكون خفيف ولا ثقيل، بس أنا أحبه كذا، أحبه يكون مرة خفيف. وبعد لونه فاتح، بعد بزيد شوية من الحليب. لو ما عندكم حليب نفس كذا تقدرون تحطون حليب بودرة نيدو وتخلطونه مع موية تحطونه عادي. أيوة كذا، بس كذا نحسه جداً جداً ضابط، ولا يغركم كمية تحسونها كثيرة لأنه بسوي حبات كثيرة من البريد. يلا الحين راح أقطع الخبز بالحجم اللي أبيه. أول واحدة كذا، أنا أشوف هذا المقاس اللي أبيه كذا، بس خليني أوضح لكم أكثر. أبيه نفس اللي في المقاهي الكورية. بسم الله، شوفوا شو حجمها كبير، أنا أبيها كذا، بس راح اكمل تقطيعه في خبزتي باذن الله. وابدا اغمسه على طول، الحبه اللي تغمسونها على طول تحطونها على النار تكون في زبده. بس كذا شوف الحبات مقاسها جدا حلو، هذا الحجم اللي احبه، سواء في الهاني بريد او الفرنش توست لما بسوي احب كذا. شوفوا ودي اركب مقلايتين مع بعض عشان ايش اختصر الوقت. تحطون الزبده، الزبده يعني كل حبه حطوا لها زبده زي كذا، فهمتوا؟ ما راح اغمس الباقي عشان ما تتعجب القطع، بس تجهز هذه احط اللي بعدها. شوفوا بعد عشان تمروا انه يصير لكم جفاف، خلوا كذا شوية امسكوا كذا. كذا شوفوا جهزت اول دفعة، بحط شوية هذه القرفة، شوية بس مش كثير. شوف كيف شكلها، تقدرون تحطون سكر بودرة، تحطون اي شيء ثاني. شوف الصوص اللي كان اول مره مليان شو صار قاعد يقل. بالف الف عافيه حبيبي، بدات تجيني تشوف كرات. شكلها كيف ما بتشهي ان شاء الله.
شوي كذا وتجهز. السيرب هذا هي مخصصة للبانكيك بس تنفع مع هذي بعد. بس كذا صار شهري، ما ودي احط عليه صراحة سينمون، ما ودي بخليك شكله مرة حلو. عجبكم؟ احس طريقة مرة سهلة و تقدرون تسوونها كذا على السريع، تعطيكم فطور حلو مو دايم، يعني مثل مرة في الأسبوع شوية خضروات، بالذات إذا أنتم عائلة كبيرة.